أن الذي يحدث في مخيم جنين فلسطين هو ليس فقط جريمة صهيونية، بل هو جريمة صهيونية وعربية، لأنه يجب أن لا نترك أهلنا وأبطالنا ورجالنا ونساءنا في مخيم جنين لوحدهم. آن الأوان أن تفتح الحدود من جميع الدول العربية المحيطة لحمل السلاح ودعم أهلنا في جنين ودعم أهلنا في غزة لنقاتل معهم. تكبير، الله أكبر، وهي هي فلسطين.